السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فطائر الكريب مالحين بواحد الحشوة سهلة وكتجي جديدة بزاف. هنا في المكونات غادي نحتاج جوج ديال البيضات، كما شفتوا ماشي كبار يعني صغارين شوية، الا عندكم وحدة كبيرة استعملوا غير وحدة كبيرة. غنحتاج معاهم 300 ملي ديال الحليب، عندي كاس وربع ديال العنبة يعني 125 غرام ديال الدقيق الابيض، وغنحتاج جوج معالق متوسطين ديال زيت المائدة، واحد شوية ديال الملحة اللي درتها مع الدقيق. هنا وضعت 300 ملي ديال الحليب وجوج ديال البيضات. كما غتشوفوني انا اليوم ما غاديش نستعمل الخلاط الكهربائي، غادي نخدمو غير بالفوي وكيجي مزيان. غير ملي تخدمو بالفوي غادي تصفيوه فواحد الصفايه باش ما يبقالكمش دوك الحبيبات ديال الدقيق، ما تحتاجوش فيه الخلاط. وحتى هاد المكونات اللي عطيتكم ما تحتاجوش تخليوه يرتاح، يعني غادي تقدروا غير تخلطوه وتطيبوه. هنا غنبدا نضيف الدقيق، الدقيق انا عابره كاس وربع يعني بالقياس بالغرام، غيجيكم 125 غرام ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للحليب تقدروا يعني تعوضوا ديروا نص حليب ونص القياس ماء، يعني 150 ملي ديال الماء و 150 ملي ديال الحليب الا بغيتوا، ما بغيتوش الحليب يعني كامل، حتى هو كيجي مزيان. هنا غنضيف الزيت، تقدروا تعوضوه بالزبده، ديروا جوج معالق ديال الزبده، انا درت جوج معالق، ما عمرنيش بزاف ديال الزيت. هانتوما شفتو البنات من بعد ما صفيتو كيرجع كانه مطحون، هانتوما يعني كتصفيوه وكتدوزو هكا بواحد المعلقه داك الحبيبات ديال الدقيق باش كيدوزو لكم في الصفايه، صافي وكتحصلوا على الخليط بحال هكا. بغيتو تخليوه واحد 10 دقائق عاد طيبوه، خليوه، ما بغيتوش راه غادي يجيكم مزيان، يعني الا كنتو مزروبين يعني في الحين كطيبوه. ناخذ المقله غندهنها بشويه ديال الزيت او الزبده، انا غندير غير شويه ديال الزيت. صافي كنوضع تقريبا واحد المغرف هكا، المهم على حسب المقله اللي عندكم. غادي طيب ليا من التحت وكنقلبوها. صافي كتقلبوها، الطريقه ديال الكريب ساهلين يعني ما كياخذوا لا مجهود ولا يعني ولا حتى شي حاجه، نتوما شفتوا طريقه سهله، وتاد المكونات تاع البركه عطيتكم كيجي واحد الكريب ناجح. صافي اللي كطيب لكم البنات كتوضعوها في واحد المنديل وحده فوق وحده وتغطيوها باش داك العرق كيرجع في بعضياته ويبقاو لكم رطبين. من بعد ما كملت الكريب بالطهي ديالو، هنا بالنسبه للحشوه هنا خديت واحد البصله كبيره شويه اللي شلطتها وشحرتها في شويه الزيت شويه الملح وشويه البزار، ضفت عليها الزيتون فهذه كتشحروها بوحدها، ضفت لها واحد الكميه ديال 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 لادان فيمي وثلاثه ديال القطع ديال الكيري، هادو غادي نخلطهم بيناتهم. غنحتاج واحد شويه ديال واحد الصوص، الصوص اللي استعملت انا هي هذه كتعوض ديال البيشاميل، الا ما عندكمش متوفره غديروا صوص بيشاميل ديالكم العاديه اللي كتصوبوها بالنشا والمسائل ديالها الاخرى. وغنحتاج جوج ديال الساندويتش. هنا غنخلط هاد المكونات هادو. غناخد معلقه من هاد الصوص وغادي ندهن بها هاد الكريب، كما قلت لكم عوضوها بالصوص بيشاميل
العاديه، اولا عندكم هكا شي صوص اللي كتعجبكم في المملحه تستعملوها. غادي نوضع في الوسط واحد شويه من هاد الحشوه هذه، وغادي نحط فوق منه واحد طرونش ديال الفرماج هذا اللي كيخص بالساندويتش، وغادي نردهم بهذا الشكل هذا. ما غنقوليهم ما والو، حنا فاش غنبغيو اللي غادي ندوزو في المقله كنبداو بهذه الجهه هذه الاولى باش كيلصقوا. صافي بهذا الشكل هذا غنستمر بنفس الطريقه. دابا غادي نسخن المقله وغندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نبداو يعني غادي نبداو غير نحمرو وحده بوحده. دهنت بشويه ديال الزيت، او ديروا الزبده اللي بغيتو، وكتوضعوها يعني في البلاصه اللي كتكون عندكم مفتوحه من التحت، هي الاولى اللي كتوضعوا حتى كتحسوا بها تحمرات، وكتقلبوا للجهه الاخرى. تقدروا ديروهم في الفران دهنوهم بشويه ديال الزبده وترشوهم بالفرماج وتدخلوهم للفران. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا، كيجيو بهذا الشكل هذا، راه ساهلين بزاف كما شفتوا. ما استعملتش فيهم الزبده يعني لا في الخليط ديالهم ولا في يعني فاش تكونوا كتحمروهم، فبلاش كيجيو غير بالزيت وكيجيو زوينين وغادي يعجبوكم ان شاء الله. والحشوه كما قلت لكم المهم ديروا اللي كيعجبكم. بالنسبه للحشوه كما قلت لكم تقدروا ديروا الحشوه اللي كتعجبكم، فيمكن لكم تبدلوا داك لدان فيما تبدلوه بشويه ديال الطون الا بغيتوا، او ديروا هكا كفته مشحره مع ديك البصله. المهم بعد الحشوه هذه كتجيني ساهله وكتجي لذيذه بزاف ديك الصوص. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، نقسم معكم واحد الوحده. كما شفتوا البنات هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كيجيو زوينين. بالنسبه للسخان تقدروا تسخنيهم في الاله ديال البانينوز، كتسخنوهم وكيرجعوا لكم هكا مقرمشين في الوقت اللي تبغوا تقدموهم على المائده ديال الافطار. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، ونشوفكم فيديو جديده. السلام عليكم.